ثانية واحدة بقى، في حد جميل قوي وفرحان بيك قوي بيحبك قوي معانا على التليفون. الو، قول الو. الو الو الو، مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. مساء الخير في برنامج مساء الخير. عرفت مين؟ اه مين؟ الانبا ارميه. برافو سيدنا انبا ارميه. برافو يا كيفن، برافو 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 يا سيدنا. الهدايا الحلوه اللي نيافتك بتجيبها لنا، ابطال مصر اللي بيشرفوا البلد والكنيسه في كل حته في العالم. الله يخليك يا استاذ باشمهندس ايهاب، انت بصراحه يعني اكتشفت موهبه كبيره النهارده. اه ده نيافتك بقى. ده بطل مصر وبطل افريقيا تحت 16 سنه. وان شاء الله العالم بقى يا سيدنا. للمره الثانيه وان شاء الله يبقى بطل العالم باذن الله. بتشجيع نيافتك بصراحه يعني يا استاذ ايهاب، يعني انا صعب عليا وانت بتتغلب. مش عايز اقول، مش عايز اقول مين اللي مخطط. ها ويجي يديني على كرسي ويعلم الناس الشطرنج. معلش بقى يا سيدي بقى، فلازم تتدرب شويه يا استاذ باشمهندس ايهاب. حاضر، انا احاول اخلي بابا يشترك لي في حاجه عشان اقف قدام كده. تقول ايه لكيفن يا سيدنا النهارده؟ انا بمناسبه موجود مع كيفن، وكيفن معانا النهارده على الهوا، وانت بتقدمه لكل مصر وبتقدم تعبه وجهده وتعب اهله ومتابعتهم معاه واللي عملوه واللي قدموه طول السنين اللي فاتت، وازاي ان واحد عنده 12 سنه بياخد بطوله افريقيا مرتين تحت 16 سنه. فهو كيفن من الناس النوابغ، الناس العظماء اللي احنا هنتبناهم في المركز الثقافي. الله. ومبدئيا احنا هنعمل له رعايه من المركز الثقافي وقناه ميزات لحد ما يخلص بطوله كاس العالم اللي هتكون في رومانيا في الشهر الجاي في شهر سبتمبر. الله، ده خبر. وهنكون احنا معاه في كل حاجه، رعايه ليه ولباباه، واحنا هنسنده وان شاء الله يرجع ببطوله كاس العالم ونعمل معاه حاجات اكبر ان شاء الله. شكرا. إن هو شكرا. بيمثل مصر وبيرفع راس مصر في كل المحافل الدوليه. شكرا يا سيدنا. كيف انت تحب ونشكر بابا ومامته واخته. شكرا يا سيدنا لانهم واقفين جنبه وبيساندوه. شكرا سيدنا كيفن. بيقول لي نيافتك شكرا، دي حاجه ما نستاهلهاش، كتر خيرك. لا لا، ده انت بالنسبه لنا حاجه كبيره وفخر لمصر كلها. شكرا. ودايما رافع مصر، وانت من الناس الحلوين اللي بتفكر في هدوء، ولعيب واحد بيجيب اسم مصر في الشطرنج يعني يوري قد ايه المصريين يستطيعوا ان يفكروا ويستطيعوا ان يكسبوا ويخططوا، وده مستقبل كل شبابنا اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سيدي. وبنشكركم في برنامج مساء الخير لاستضافتكم كيفن، وان هو يطلع كده معاكم ومصر كلها تشوفه ان شاء الله، نستضيفه كمان بعد بطوله العالم. شكرا سيدنا ان شاء الحبيب. الله ربنا معاك. وانا بعلن رعايتنا ليه كمركز ثقافي وقناه ميسات لحد ما يرجع ان شاء الله بالكاس من بطوله كاس العالم في رومانيا باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا الحبيب نيافه الانبا ارميه. ربنا معاك ومبارك فيكم. شكرا جزيلا سيدنا انبا ارميه، الاسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبسي الارثوذكسي ورئيس قناه ميسات.